وحيد بابا ابني حبيبي بابا يا نور عيني وحيد يا ابني انا بعترف انا كنت غلطان في حقك انت ابني وربنا يقدرني وعوضك عن كل دقيقه ضاعت منك انت ابن سيد الدقاق حبيبي ربنا يخليك ليا يا بابا ربنا يخليك ليا حبيبي وحيد ممكن اخدك في حضني يا وحيد يوسف اخويا حبيبي انا فرحان قوي انا فرحان قوي يا جماعه انا مش مصدق معقوله كلكم جنبي امال فين حسونه وفردوس وجنه فين احنا كلنا جنبك يا بابا مبسوط يا وحيد مبسوط قوي بس فرحتي مش هتكمل الا لما تبقى جنه جنبي تفضلي يا حبيبتي تشكري يا حاجه تسلموا ايديكي تسلمي يا حبيبتي ايوه كده بدل ما تفضلي حابسه نفسك في اوضتك على طول ربنا يكرمك يا حاجه يكرمك يا رب طبعا اذنك عشان ورايا شغل كتير قوي في البيت تفضلي يا حبيبتي اول ما تحددي ساعه الصفر العبي لي حواجبك بصي اوكي طارف الهوا شاشي وانت ما تتراشي والنبي يا حاجه بس عايزه انضف هنا ربنا يكرمك وانت اللي هتنضف يا بنتي طقت في دماغي انضف فيها حاجه حاضر يا بنتي على مهلك على مهلك يا حبيبتي هتقعدي هنا ده انا هنضف الحته دي يلا يا حبيبتي ربنا يبارك لك هنا كمان ايوه هنا كمان يا حبيبتي يلا الحركه بركه يلا كده ايوه ايوه كده اتحركي على مهلك على مهلك ايوه مش هينفع تقعدي هنا ما انا بنضف يا حاجة اتحركي بقى يا لهوي ماما قومي يا ماما ايه مالك يا ماما في ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يا ابني زقتني غصب عنها مفيش حاجة يا ابني ما عندكيش دم يا انت وامك يا لهوي ده ليه؟ ده انت غصب عنك يا خرابي يا قليل الأدب بتمدي ايدك على مراتي انا هضربك بالجزمه يا كابتن مين اللي عملت الهوا حاجه يا ابويا ابعد عن امي تعمل ايه وانت بتدي لك عليها ايه سكنت كمان ولا ايه سكنت من عمري يا هاوي يا حبيبي انا بطلع اتصرف عليك كل اللي بتحبوه ده اهرب اخد الشيطان
كويس خير؟ حياة أمك وحياة أمك أكون موريك. أمي؟ أمي دي اللي أنتوا كلكم عايشين في خيرها. أنا بقى عايز حقها، وإلا كل شوية هعمل لكم مشكلة. حق أمي. حق أمك ده إيه؟ جت كسر حقك وحق أمك. بقول لك يالا، عايز تقعد في البيت ده بالأدب أهلا بيك. هتقل أدبك؟ ما عنديش غير الجهاز مضربك بيها على دماغك أنت وأمك. ما انا هنستنى ما يقل ادبه ويطلع من دلوقتي وبالجزمه القديمه كمان. يلا برا برا يلا يا ابني يلا برا يا كلاب. يلا اخذ الشيطان بقى يا حاج. اعوذ بالله من الشيطان. معلش معلش روى كده واطلع انت، انا هجيب لك حقك. بس تخاف ولا تختشيش. الله صل على النبي. لا لا يا الله. ايه رايك يا حاج؟ رايي ايه بس؟ ده انتوا دهولتوا الوليه. احنا لسه بنقول يا هادي لما نبقى نجبسوها يبقى كده اولكشي. اولكشي اما تجبسوها؟ امال اخرجش ايه؟ هتضربوها بالحديد؟ تعالي ورايا يا برنيل. ايه ايه؟ خلاص. ايوه يا حبيبي. لا ما بكلمكش يا سيدي. المقاله عاديه جدا، ما بيكتبوا، ما انت شايف الفساد اللي في البلد. ثانيه، ايه بقى اللي بيحصل؟ يا انا سامع دوشه وتخبيط ورزفيقي. دي كانت الدنيا والعه هنا والله. بس طفيت تمام وعدت على خير يعني؟ لا ما عدتش على خير، دول كانوا هيصوروا قتيل. لا 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 ما تشغليش بالك، خير خير. سلام يا ام دلال. ايوه اقول له هيصوروا قتيل يقول لي خير. الواد ده مبلبح حاجه. واو بجد حلوه قوي. ده انت اللي حلو يا باشا، ده انت اللي حلو. وده بقى هديه خطوبتنا؟ لا لا، هدية خطوبتنا ايه؟ هدية خطوبتنا ده هيبقى ليلة خطوبتنا. ده هدية عصيرنا. بس ده يا بيبي غالي قوي. مفيش حاجة تغلى عليك يا باشا، مفيش حاجة تغلى عليك. ميرسي بجد. ممكن بقى، ايوه ممكن بقى تلبسوه. عليك حاجات انت. ماشي ماشي. الله حلو قوي يا بيبي، انت لذيذ خالص. انت لسه شفت حاجه؟ لسه التقيل جاي ورا، لسه جاي ورا. بقولك يا ولد يا يوسف، احنا ما دام ناويين نضرب ضربتنا يبقى نضربها صح بقى، ايه رايك؟ زاحك يعني. احنا قبل ما نسافر عايزك تصطلح مع الزفت اللي اسمه كمال ده وتبوس راسه كمان. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ افهم، ما تبقاش حمار، لازم تصارحه وتصارح الست فدوس كمان، ونمشي من هنا واحنا معاهم سمنة على العسل وهم يبقوا شهود على كده. صدق ايه ده؟ صدق ايه ده يا حاج ده؟ اصل احنا لو مشينا احنا متخانقين معاهم هيتمونا فيه كده ولا لا؟ مظبوط يا حاج مظبوط. بس شغلت دماغك. اتفضل. ربنا مش عارف ليه ما ادانيش شوية بالدماغ المتكلفة دي. ما هو انت حمار يا ابني، بس هتبقى كويس. دلوقتي انا مسافر ومش عايز امشي وحد زعلان مني او انا زعلان من حد. يلا بوس راس اخوك يوسف. ايه؟ انا برضو اللي بوس راسه يا حاج. خلاص يا يوسف اسمع كلام الحاج بقى. الله الله الله. حاضر حاضر. كويس كده، ده برضه اخوك الكبير. يلا يا كمال بص راس الحاج، انت مهما كان زعلته زقيت مراته. وهو انا عملت حاجه؟ انا ما غلطتش. ايوه برضه حاول لي ما غلطتش ويرغي كتير. خلاص يا حاج كمال عشان خاطر يا بي. يلا بقى اخلص. ما تزعلش يا حاج، بس انا يعني كنت عايز اتكلم معاك شويه. بعدين لما نرجع بالسلامه ان شاء الله ابقى اتكلم معاه زي ما انت عايز. يلا يوسف نلحق وقتنا. يلا يا حاج يلا يا حاج. يلا بالسلامه. سلامه اخويا. مع الف سلامه. تروحوا ترجعوا بالف سلامه يا رب. مع السلامه.
بقول لك ايه يا فرح؟ عايزك تفهم الشغل بقى وتورينا الشطار، فاهمه؟ فاهمه يا استاذ. اه بالمناسبه صحيح، هو انت تقربي المدام دلال؟ لا بس احنا اصحاب قوي ولاد حته واحده. اه طب بصي يا بنتي بقى، تعالى ما اقول لك، زي ما قلت لك قبل كده، اهم حاجه في شغلانتنا دي ان اسرار الشغل ما تطلعش بره، فاهمه؟ طبعا يا استاذ زكي. وعايزين نبقى اخوات واصحاب عشان الدنيا تسلك. هتسلك يا استاذ. لازم تسلك. لا 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 ما تشغلش بالك انت بس. انا مع نبيل بيه اهو اهو. اه طبعا الخير والبركه، امال ايه؟ الحاج بيصبح عليه. صبح لي عليه. صباح الفل يا حاج. طب بقول لك يا حاج، خلص انت مصلحتك. اه خلص انت مصلحتك وانا هخلص مشواري ده وهطلع لك على الفندق على طول. ماشي يا حاج، السلام. بقول لك يا نبيل بيه، هو الحاج جاد ليه بضاعه على المركب اللي وصلت دي؟ طبعا بيتلت في الصفوف الاولانيه. الله بحالهم. ليه 32 كونتينر. اه ماشي. طب بقول لك ايه، كان في موضوع انت عملت تقول لي عايزك في موضوع مهم. هو في ايه العباره؟ ما ينفعش نتكلم فيه هنا، تعالى المكتب عندي نشرب كوبايه شاي. يا راجل مكتب ايه وشاي ايه؟ صلى على النبي. بقول لك ايه، مفيش حد غيرنا اصلا، احنا في الساحل عندكم. قول لي بس ايه الموضوع؟ ايه؟ لقينا وسط البضاعة بتاعتكم أدوية متهربة وترمادول صين. طب ومال؟ يعني أول مرة؟ ما احنا متعودين على كده، والخير والبركة برضو معانا، وأنت اللي بتقفل ورانا في كل المشاوير دي. آه بس النهاردة الصبح جت لجنة تفتيش من وزارة الصحة واكتشفوا الكونتينر اللي فيه الأدوية، فحرزوا الأدوية وعملوا بيها محضر. خلصوا بالني، بضاعة ب 2 مليون تتحرز ليه؟ بقول لك إيه يا نبيل باشا، احنا برضو مالناش بركة إلا أنت، واحنا بتوعك وانت برضو بتاعنا، خلصنا القصه دي يا باشا. صدقني يا جو، الموضوع اكبر مني بكتير، وخصوصا ان في مشكله تانية غير الادويه. مشكله ايه ونيلي؟ هو احنا معمول لنا كمين ولا ايه يا باشا؟ ايه العباره؟ سيدي كان على المنشطات، انا ممكن اتفاهم مع بتوع الوزاره وتعديها، لكن المشكله في الكونتينر اللي فيه اجهزه التصنت. دي قضيه امن دوله يا جو. طب بقول لك يا باشا، مفيش حد حبيبنا كده يخلص لنا المشوار ده؟ هو فيه، بس انا ما بحبش اتعامل معاه، لكن علشان خاطرك انا هاجي على نفسي واطلبها منه. ماشي ماشي. طب ده مهره كام بقى بالصلاه على النبي؟ ارنب مقفول. ايه؟ مليون مره واحده؟ لا حول الله يا رب، يعني هو يبقى موت وخراب ديار كمان. لاحظ يا يوسف بيه، انك هتخسر البضاعه وتخش في قواضي امن دوله وخلاف، ده غير سمعتك بقى عندنا هنا في المينا. على ايه يا عم؟ ماشي، بس انا الوقت معيش سيوله. ينفع اكتب لك شيك بس مقبول الدفع يعني؟ ينفع، اكتبه لحامله وانا هتصرف. ماشي. بقول لك ايه بقى نبيل بيه، الحاج بقى ملوش دعوه بالحوار ده خالص، بره كل اللي احنا بنقوله ده. ماشي يا حبيبي. هتفضلي ساكته كده كتير؟ عايزني اقول ايه؟ يعني لو حابه نطلع نريح شويه اوكي، ما عنديش مانع. لا ميرسي، خليني هنا احسن. في قلق، وانا جايبك العين السخنه علشان تشمي هوا ولا علشان تفضلي قاعده كده مكشره ومتنكده؟ يا اخي ما قلت لك هيبقى دم تقيل، قلت لي مش مهم. يا سلام، والله انا قلت لنفسي اكيد هقابل الحاج جاد في اللوكان ده. اهلا 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 حاج سيد، اتفضل. اهلا بيك يا حاج. ازيك يا ست لؤى؟ ازيك يا حاج سيد. كويس انك جبت الست لؤى معاك، على الاقل تغير جو وتشم شويه هوا. دي ماشيه بكره. ماشيه بكره؟ ليه كمان الشهر مستعجله ليه؟ عندي شويه شغل لازم اخلصها. يا ست شغل ايه؟ هو شغل هيطير، خليكي معانا نشم شويه هوا. ايوه لقاء، اقعدي. والاتفاق اللي بينا يا ستي انا تحت امرك، اللي انت عاوزاه هيحصل. المهم يا حاج سيد، اخبار يوسف فين؟ سيبك من يوسف، يوسف في المينا. المهم ايه الاتفاق اللي بينكم ده؟ نفسي اعرف. صباح الخير يا وحيد. بعدي من هنا عشان الميه. يا وحيد انا كنت جايه اتكلم معاك.
تتكلم. طب بص لي لو خير. ما انت يا اخويا بترد عليا ناش، وانا يعني كنت جاي يا صالح. وانا مش عايز يا جنة. وانا يا اخويا كنت بقولك تعالى كل، انا جاي اشوفك انت زعلان مني ليه ومتغير معايا كده ليه؟ ورحمة ابويا تلاقي البت السهتانة دي هي اللي قلبك عليا. هي مين دي اللي تقلبني عليك؟ وانا ماليش شخصية؟ لا ليك يا اخويا شخصية ونص، بس البت اللي اسمها عفاف دي سهتانة. ايوه، وكل ما تروح عندهم تقلبك عليا. انت مش عايزاني اروح عند الراجل المريض عشان شوية صراصير في دماغك؟ صراصير؟ طب يا اخويا خلاص ما تزعلش، حقك عليا بس بشرط. وايه اللي ما تزعلش بس بشرط؟ ايوه، لما تيجي تروح عندهم ما تروحش لوحدك، تاخدني معاك. ايوه يا اخويا ما تروحش تسامر لوحدك، انا كمان عايزه تسامر. طب تمشي من قدامي. انا مش طايقك خالص يا جنة، وما تجيبيش سيرة عفاف دي تاني. انت عارفة كويس انها زي اختي سمر. اختك مين؟ اختك سمر؟ وانت مالك يا اخويا محرق عليها كده ليه؟ اسمع بيها يا اخويا، اسمع بيها يا وحيد. بلا وحيد بلا بس وحيد. دي غبية قوي، أول مرة أشوف واحدة بتغير من الخير. يعني ما كانش ليها لزوم حكاية الرسوم يا حبيبتي. بصراحة بقى الست السمالكا دي دمها تقيل قوي على قلبي، ما بطقهاش. والله ومن سمعك، وأنا ما بتنزليش من زور، بس العقل بيقول شوية كده. شوف الراجل الحاج الجاب ده ناوي على ايه في الشغل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طب ايه رايك بقى ان انا قلبي حاسس ان اللي اسمه جاد ده هو اللي بيقوي الواد كمال علينا؟ صواب، عندك حق، عشان كده الواد شايف نفسه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اتفضل يا مدام لؤي. هنا اتفضل اتفضل يا مدام لؤي. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج ريان. اتفضل يا حاج جاد. اتفضلوا يا اهلا وسهلا يا حاج ريان. اهلا يا اهلا وسهلا. نور الدنيا. اهلا وسهلا. على فكره انت واجب عليك تبارك للاخ يوسف. الف مبروك. بس على ايه؟ بسم الله ما شاء الله، خطبنا له بنت الوزير الكبير موافي باشا. بجد الف مبروك. مبروك يا استاذ يوسف. الله يبارك فيك يا مدام، الله يبارك فيكي. لا ومش بس كده، والله بيموت فيها جد. ايه ده بجد؟ صحيح؟ لا وكمان يا ست لقاء، الاخ يوسف بيعبد التراب اللي بتمشي عليه. طب والله كويس قوي يا حاج انه هيتجوز عن حب. لا ومن ساعة ما عرفها وهو حاله متلخبط خالص. والله يا ست لقاء ما بيشوف النوم. يا حاج ما تبقاش، احنا مش هناكل بقى ولا ايه؟ انا جوعت. سمك هنا بقى طعم، خدي دي بقى. صدقني مش هقدر. قلت لك بتديها ايه بس؟ ده واضح ان مالهاش في السمك خالص، ولا ايه يا جاي؟ لا 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 لا، هي بتحب السمك بس اكلتها ضعيفه شويه. وبعدين بقى شويه الجمبري دول بقى دواش في الكونات. شبيت؟ شبيت؟ لا عشرك. يا سمر حضرتك ايه ايه؟ اهدي. طيب اهدي شويه بس. مالك؟ مين؟ اشهد
ولا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يا حاج في حد حصل حاجه ولا ايه؟ خير يا حاج طمني. ايه يا حاج سيد، ايه اللي حصل بالظبط؟ ابني الكلاب قتلوه. ايه؟ مات؟ شهاب اللي اتقتل كمان. كمان؟ مين اللي عمل فيه العم السودا دي؟ سمر قالت لي كمان اللي ورايا على البيت قتلوه. طمني يا ابني، ايه الاخبار؟ الدكتور بيقول الحاله صعبه. استرها يا رب، استرها يا رب. ادعي له يا ابني يمكن ربنا يقبل منك. المهم يعرف ايدين دكتور شاطر يعرف ينقذها. كمان ما يستاهلش كده، ما يستاهلش كده ابدا. ادي يا وحيد، في ايه؟ واحنا نهديك ولا نهدي مامته ولا ايه بالظبط؟ كمان لو جرى لهم اي حاجه هقتلهم، هقتل سيد وابنه كمان. يستاهل يتقتل يا فردوس، حد يرد عليا. اهدى يا وحيد، ارجوك اهدى بقى، ما تعملش في نفسك كده. هو الوحيد اللي انت اخويا، طبطب عليا خدني في حبي. يا حبيبتي كملي العصير بتاعك، هدي اعصابك. بس صعب قوي انك تسمع خبر ان حد اتقتل. ايوه عارف، خصوصا انك اعصابك تعبانه قوي من دول. ايه يا حبيبي؟ ايه بقى لك ايه؟ ما هي السكه اتقطعت، الشبكه منيله خالص. مين بيطلب تاني؟ ربنا يستر. هي ايوه، هي ايوه ايوه. بتقول ايه؟ متاكد؟ ما ماتش؟ ماتش الحمد لله. ماتش ما ماتش كمان ما ماتش. انا عارفه ان سيد وابنه هما اللي قتلوا ابني. يا ابني هنقول كده للمباحث؟ لا ما تقوليش كده، استغفر ربي. طب ده الحاج سيد مصالحه قبل ما يسافر، ويوسف كمان بايس راسه. حلو، ملعوبه يا حاج انت ويوسف، تسافروا العين السخنة وتقتلوا جوه الفيلا. ما هو مش معقول الحاج ويوسف بالسذاجة دي، لو عايزين يقتلوه هيقتلوه بعيد عن الفيلا. حلوة ملعوبة. نجيه يا رب، نجيه عشان خاطر أمه وعشان خاطري. عايزين يموتوني وبعدها يموتوني. سيد ويوسف بيخططوا لكده، هما بس مستنيين ياخدوا الورقة بتاعت أمي ويخلصوا مني وكمال قبلي، ويمكن الحاجة فردوس بعدي. ماشي يا سيد، ماشي. يا سعادة الباشا، حد العيلة دي معقول أنا هقتل ابني؟ ما انت حاولت تقتله قبل كده يا حاج. يا باشا عموما ما هو كان قصادي، انا لو عايز انشه ما كنت نشيته. ده البت بنتي بعيد عنك يعني، غصب عنها والله عايزه تاخد البندقيه من ايدي امدست على الزناد، انما هي ما قصدتش ولا حاجه. وبعدين يا باشا انا راجل كباره وعاقل، يعني انا لو طلع في دماغي واتجننت وقلت اموت ابني، معقول هموته جوه الفيله؟ ما موته في اي حته بعيد، على الاقل مفيش شبهه تلطني ولا حاجه ولا يا سعاده الباشا. بس انت فعلا رفعت عليه السكينه قبل كده وحاولت تقتله؟ لا لا يا باشا لا، ده كانت لحظه شر كده وعدت يعني عادي بتحصل بين الاخوات. ده انا بعد كده حتى بوست راسه وجبرت بخاطره. واسال اي حضرتك، اي حد سال الحاجه فردوس هتشهد، اسالها حتى سعادتك. يعني ما احنا ما بنشبط في بعض،
الله، يعني اشمعنى يعني المره ده فكر اقتله يا باشا؟ بعدين ده اخويا، اخويا يا باشا. وانت متاكده منين ان الحاج سيد مش هو اللي عملها؟ يا باشا الحاج طيب قوي، يطلع يطلع وينزل على فشوش، وبعدين هو لما بيحب يعمل حاجه بيعملها قدام كل الناس، ما بيعرفش يعمل حاجه في الديره ابدا. وبعدين يا باشا هو مسك البندقيه ورفعها على كمال، كان بيهوش بس، حد كان حاشو يعني ان هو يقتله؟ خايفه يا حاج يقولوا ان وشي وحش والبيت اتقلب نكد بسببي. حد يقدر يقول بم عليكي؟ وبعدين وشك وحش ده ايه؟ امال مين اللي هيبقى وشه حلو؟ يخليك ليا دايما كده جابر بخاطري ومهنيني. انتي لوزتي المقشره المحمره المكسره. بس انت يا حاج مزاجك وحش قوي بسبب اللي حصل. اكيد مش ابني. عموما بيقولوا ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. ايه التانيه اللي هي ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه؟ تفتكر بقى يا حاج مين اللي عمل العمله السودة دي؟ والله يا بنتي علم علمك، انما انت ايه اللي عملها تحطيه في الميه وفي رجليا ده؟ شامبو. شامبو؟ لا اله الا الله، ده انا امي كانت بتستخدم الشامبو ده عشان تحمر اللي هي لابويا في الخروف. عسل يا حاج والله شربان. بقول لك ايه يا سيسو؟ نعم يا دولي. ما تقوم تخرج شويه. هنخرج نروح فين دلوقتي؟ تخرج يا حاج مش نخرج، ما انا عليا الاستحمال في الظروف اللي زي دي. انت كده تروح تقعد مع اصحابك تضرب لك نفسين تظبط دماغك وترجع كده، انا مش مستغنيه عنك. وبعدين بقول لك ايه، اللي يحصل يحصل، ما حدش بايده حاجه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله، انا بموت في امك. وانا بموت في ابوك. عليه في المستشفى لقيته في الانعاش، بيقولوا لسه مرحله الخطر لسه بدري عليها عشان تعدي. طب كويس، يعني لسه في امل. امل في ايه؟ امل ان ربنا ياخد بيده. يعني ياخد بيده ازاي؟ يعني يبقى بخير. ايه يبقى بخير؟ خير ازاي ده؟ يعني يقوم بالسلامة يا جاد، في ايه؟ الله جرى يا رجالة، ما تغيروا الموضوع. انتوا جايين هنا عشان تنسوا وتنبسطوا، ولا عشان خاطر تفتكروا وتعكننوا على نفسكم وعلينا احنا الاخرين؟ كده الحجرين هيطيروا يا اخوان. كده الحجرين هيطيروا، عقبال التالت ان شاء الله. سكرتير التحرير تشوف الصفحة خلصت ولا لا. أيمن. إيه؟ يا عم أنت هتفضل نايم كده. أعمل إيه يا عم؟ روح نام في حتة تانية يا حبيبي. يلا. ريم بقول لك، هو أنت مبسوطة مع خطيبك؟ جدا. عموما جود لك. أنا بتمنى لك السعادة من كل قلبي. أكيد أنت عارفة إن أنا أكتر واحد بتمنى لك السعادة.
ميرسي على شعورك ده. انت عارفه يا ريم انا عمري ما بزعل على حاجه، انت الحاجه الوحيده اللي زعلت عليها في حياتي وبأنب نفسي عشان طلعت غبي وضيعتك من ايدي. معلش كل شيء اسمه نصيب. بس برضو انت استعجلتي، يعني كان ممكن تصبري شويه. انا كنت خلاص جهزت، كان نفسي ادخل على اهلي وانا داخل بحاجه في ايدي، مش داخل ايد ورا وايد قدام. بس عموما تمام، جود لك مره تانية. مش ايه، وبعدين اللي حصل حصل خلاص. المهم يا ريم، يا ريت نفضل زمايل ونتعاون مع بعض، يبقى بينا شغل وما تاخديش اي موقف. وانا هاخد منك موقف ليه؟ خلاص كل شيء بينا انتهى، وبعدين حياتي بقت ملك حد تاني. وانت زي ما انت قلت زمايل وهنتعامل مع بعض. اوكي. بس يا باشا بصراحة أحسن حاجة عملتها إنك خلصت موضوع نبيل بيه ده. أول بوابة نبيل ده أصله سهل، سهل وآخرته معروفة، هو حراق لكن سهل. وبيني وبينك أنا كانت راكبة بتتهز وبتتخبط في بعضيها لأحسن الحاج يوصله، لأحسن الحاج يوصله خبر. لا دي كانت ساعتها بقت مصيبة. لا بالحق الفاكس بتاع الصين هعمل فيه إيه؟ يعني بقولك ولا هعمل فيه إيه وتزحلق إيه؟ والله انت مش قلت لي اديني وقت عشان افكر واشغل دماغي وهتصرف. ايوه ما انا قلت ما افكرش دلوقتي، لان لقيتك بصراحه ربنا كده رجل ورا ورجل قدام، قلت اركن انا على جنب وبلاش اشغل دماغي لغايه ما انت تقول لي نعمل ايه. لا دور واطلع من على الجنب وشغل دماغك يا حبيبي، شغل دماغك يا زكي عشان احبك. بمناسبه الحب يعني يا باشا، واخبار ابو كمال ايه؟ بتلقح في الانعاش. بس الصراحه انت ضربت ضربه معلم. معلم قصدك ايه بقى يا زكي؟ قصدي يعني الخبطه جت في الجون، جت في السليم، بس على الله بقى تكمل على خير عشان دماغك تستريح. بقول لك يا زكي، لما اقول لك شغل دماغك تشغلها، بس ما تشغلهاش عليا. يعني تشغل دماغك يا زكي يا ابن ام زكي، بس ما تشغلهاش عليا. فهمني يا زكي يا ابن ام زكي، ولا مش فاهم يا ابن ام زكي؟ شغل وانا كنت بلعب. يعني انت كنت مديني فرصه عشان افكر، وانا فكرت في موضوعنا ده مليون الف مره، وكل مره ما بوصلش غير لقرار واحد، احنا لازم نتطلق. لقاء انا عاوز اعرف بس ايه اللي غيرك من ناحيتي كده فجاه؟ قلت لك مش سعيده، اكتشفت ان انا حاجة وانت حاجة تانية خالص. والاحساس ده جالك كده فجأة من يوم وليلة من غير سابق انذار؟ بصراحة لا، كان موجود عندي من بدري قوي، كل مرة كنت بحاول اهرب منه بس كان بيلح عليا لحد ما خنقني. أنا عايز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة، ممكن؟ اتفضل. في حد تاني غيري في حياتك؟ لا طبعا. طب أنا عندي اقتراح حلو قوي، أنا حاسب لك الفيلا قيمة شهر ولا اتنين لغاية ما تغيري رأيك، ويمكن احتمال يعني إحساسك. يا سيدي ما بقاش في إحساس، خلاص ما بقاش في إحساس، ارحمني بقى يا جدع عشان خاطري، عشان خاطري لو في منا معزة ارحمني.
ارفع عليك قضيه خلع ونخسر بعض ونقف في المحاكم. مش هطلعك يا لقاء. ايوه مش هطلعك يا لقاء. انا مش هطلعك. يوم ما تحبي تطلعي انا اللي اقول لك تطلعي امتى، فاهمه ولا لا؟ وما تهددش بالخلع والكلام ده عشان بيبنى حسابات. يعني انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ فلوسي، فلوسي كلها اللي طلبتها عليك على دايما ليه؟ وساعة ما تكون فلوسي في ايدي ساعتها بس اطلعك وبمزاجي، وممكن ما اطلقكيش، فاهمه ولا لا يا لقاء؟ مش قلتلك هنلاقيها هنا؟ ست سعاد، ست سعاد، الله قال لي نايمك هنا. اللي انت عايزاني انام فين يا فردوس؟ جوه في اوضتك. لا انا مش هنتنقل من هنا، مش هتنقل لغاية ما ابني يقوم بالسلامة ولاقيني مستنياه واخده في حضني. طب خش الأوضة أحسن. لا برضه مش هنتنقل من هنا. طب طمنيني يا أختي، طمنيني، هو عامل إيه دلوقتي؟ إيه الأخبار؟ دخلوني عليه من شوية، كان اسم الله عليه رايح في النوم، يا دوبك بصيت عليه قام مخرجني. طب الدكاترة قالوا لك إيه؟ الدكتور طمني يا ابني وقال لي بقى كويس خالص، وباذنك يا رب هيبقى حلو قوي. يكونوا مش بيضحكوا عليا ولا ايه يا حاجه؟ هيضحكوا عليكي ليه بس يا حاجه سعاد؟ طالما قالوا لي كده يبقى هو هيختي بخير ان شاء الله. ربنا ينجيك يا ابني، ربنا ينصرك على سيد الدقاق الظالم المفتري، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب هدي نفسك يا اختي، هدي نفسك، وبعدين لازم تاكلي لك لقمه، بطلع الاكل يا وحيد. تعالي نخش ناكل جوه مع بعض. مش هناكل، ماليش نفس. ما مش هينفع تقعدي كده على كوبايه ميه. اه يا حبيبتي لازم تصلبي طولك، ده انت وشك اصفر زي الليمونه. عشان كمان لما يقوم بالسلامه يلاقيكي واقفه على حيلك كده. عندك حق والله يا وحيد، سامعه؟ يلا قومي بقى اسمعي الكلام. تعالي ندخل جوه ناكل مع بعض، ولما نمشي اقعدي هنا براحتك. يلا يا حبيبتي يلا يلا، استهدي بالله كده وقوم يلا يلا. يلا ربنا يشفي ان شاء الله ويطمنك ويطمننا يا رب. ازيك يا لقاء؟ كويس. كانش العشب اسيب لك البيت وامشي وبات بره وانت ما ترفعيش سماعه التليفون وتطمني عليا، تشوفيني نمت فين ورحت فين. وانا اللي قلت لك سيب البيت ولا انت اللي سبته لوحدك؟ بص يا حبيبتي، بص الخاتم الحلو ده، لما لقيت سيد الدقاق هو ابنه جابوا خاتم لندى قلت لازم اجيب خاتم اجمل منه لاجمل زوجه في الدنيا. مد ايدك، مد ايدك، مد ايدك بقى، مد ايدك. تهددني انك هتاخد مني كل اللي اديتهولي؟ ماشي يا جد، ماشي، وحياتك عندي ما هتطول مني ولا مليم، وبرضو هنفذ اللي في دماغي وهتطلقني.